السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا. نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم جينا نتكلموا على الأمس، وين الرجاء ضد رجاء بن ملال، وين شنا كيفاش كانت المباراة. نتكلموا على الأنصار، شنا كيفاش الفرجة تاع الأنصار، كيفاش الانصار تاعهم التنقل تاعهم، وين شنا كيفاش يصنعوا الفرجه في الملاعب، وين ما يروحوا كيكونوا عندك انصار ويكونوا مقادرين رواحهم، وين ما تروح يقادروك. خلينا تعذق مع الجيش الملكي صادوك المشاكل كلش بصح. شوف كيفاش يصنعوا الفرجه انصار كيما نقولوا حنايا، وين دائما يعطوا الدعم. هذه باش نقولوا لكم، باش نقولوا لهذو اللي هنايا، هذو اللي هنا نقول نهضروا معاكم، وين يعطوا الدعم دائما للنادي تاعهم، دائما وين يدفعوا النادي تاعهم للامام، يروح لقدام، غير لقدام برك، لقدام برك، لقدام برك، ما كاش الوراء، لقدام برك. هذا هو المناصر حقيقي، يوقف مع النادي تاعو. عارفين باللي اللعابه عندهم 8 مبليسين واقفين مع النادي تاعهم، قلبوا رب، ما كانش لا رجوع، لا رجوع قدام برك. شو يدعموا فيهم، يستيبلاصوا معاهم، يعني شو كيفاش يخلي اللعب يموت في الميدان، يخلي اللعب يموت في الميدان. وحنا لا، حنا رانا نشوفوا تدخل لسطات خار، كي راني نهدر كيما نوجه رساله لهذو تاوعنا هنايا. ادوا العبره، شوفوا في تونس، شوفوا في المغرب، شوفوا، ادوا العبره. علاه ماشي بيدوا العبره؟ علاه ماشي بيديروا الامن في الملاعب؟ علاكم خلينا هامله في الملاعب؟ ما كاش الامن، كاين الخوف في الملاعب. رانا نشوفوا ليزاربيت، العقوبات ماهيش حل. تعاقب بريزيدون، تعاقب خاطر هذاك اللي يضرب الاربيت، غدوه ان شاء الله يعاود يضرب الاربيت. البريزيدون صح ما يباش، بصح هذاك اللي يضرب غادي يعاود يضرب. ما كاش قوانين ردعيه، ما كاش. هذاك اللي ضرب لاربيت غادي يعاود يدخل، هذاك اللي سقى الكرياج غادي يعاود يدخل فانيك نورمال. انا تعاقب لي لاربي، تعاقب لي بريزيدون، تعاقب مدرب، علاه علاه؟ ما سوب زعما درتو حاجه، ما درتوش حاجه مليحه. هذا الحل ماهوش حل كاع، ماهوش حل. وين راه الحل؟ الحل هو لازم الامن، السكيورتي في الميدان، في الاخر كيفاش نقولوا حنايا، في الاستاد. لازم الامن في الاستاد، لازم التوعيه، لازم لجان تاع الانصار، لازم لجنه الانصار، لازم تهدر رئيس الانصار. كي تهدر مع رئيس الانصار هو يسكت الغاشي، هو مكاش والو، كاش اللعب تصرى حاجه يقولوا له نتايا راك خالص سي محمد، نتايا 5 ولا 6 فسطان. انا نشوف الرجاء كيفاش ناس متحكمين، متحكم في 50,000، تصيب 6 تاع الناس متحكمين في 50,000، يقيدوا 50,000. انا مكاش هنايا، انا ما نقول لكم تقولوا اه راه يشيط يا ودي، ما الناس نشيطوا. انا نقول لكم غيروا، ما تحسدوهمش، غيروا. حنا بكري كان الانصار يدخلوا يصفقوا طاب طاب، خارج نورمال، تجو خارجين دروك تخاف تدخل للسطاد، تخاف تدي ولادك، تخاف ما تحسش البلوكا كاع من تجي. ها بنادم ندخل انا نتفرج تتعشي عينك طايره، هانا نشوفو الناس راهم يكشفوا فيكم ديريكت لايف ديريكت. هالعقوبات مشي ملاح، عقوبات نتوما دروك ما عندكم استمراريه، ما عندكم لي بريزيدون عندهم استمراريه، انت رئيس اتحاديه ما عندك برنامج، لهذو لي بريزيدون ما عندهم برنامج، ما عندكمش برامج تاع الصيف. حنا تاع الصيف نورمالمون دعموه رواحتو تعاقبوا فيه. انا ضد هذه العقوبات تاع بريزيدون ضربو 3 سنين. هذاك اللي دار الفوضى غير غادي يعاود يدخل يدير الفوضى، هذاك اللي دار الفوضى غادي يعاود يدخل يدير الفوضى. العام اللي فات انت زدتي العام اللي فات، اللي ضرب لاربيت وضرب ضرب ضرب الصحافي بكف،
هذاك انت على ما تعاقبهمش ما شفتهمش العام اللي فات نادي بارادو تاع اللي ضرب لاربيت بركله وخوك يعاير في لاربيت لونترينير تاعك يعاير في الجزائر نورمال عاير الجزائر نورمال لونترينير تاعك هذا لا غاضب ولا يعاير في الجزائر ودار تهديدات للجزائر وانت ما حضرت ما والو ذاك ولدك وقيل قالوا ولدك هو اللي ضرب لاربيت وضرب الصحافي وزاد واحد خدام فماك عندك ضرب الصحافي بكف مكة لا عقوبات لا والو واه لله انا دروك كي نشوف الرجاء خاصة انا متتبع للرجاء الرجاء انصاره نكحل عليهم اخويا انصار يغنوا تحسب بوروسيا ديروا مع بوروسيا ديروا مع بوروسيا نورمال يصنعوا الفرجة يعطوك تريح يخليك تبعه يخليك تتفرج فيه تحوس عليه اليوم الراجع غادي تلعب مع بني ملل نتفرجها يخليك تقعد تتفرجها طلع ميكرو تاعك تاك تاك تتفرج فيهم نورمال وهنا كي تهدر لهم لا ذاك عاودين الشيطان عادي تفتحوا شويه عاودي نخدم به روحوا خدموا اصاحبيها خدموا بطوله خلوا عاودوا ردوا الانصار الحقيقيين اللي يبغوا البوله عاودوا ردوا الانصار يا زتشي يا رؤساء النوادي يا ناس عاودوا ردوا الانصار الحقيقيين اللي يبغوا البوله ردوا الانصار الحقيقيين اللي يبغوا البوله ردوا المناصر للملعب المدرجات المناصر راه هجر المناصر الحقيقي راه اي روات هنا الوهر قاعد نشوف مكاش زعما كصح مكاش في الجزائر مكاش تدخل السيال بيت تشوف كيما هكا مي تقسي صاحبك تقول له يقول لك لا خطا هذاك لا خطا تبع غير لا خطا هذاك لا جبد روحه لا لك جبد روحه من المشاكل انت قاعد تتبه مخلطه بجهتك اذا راني غلط تقول لكم غلط راك غلط احمد انا مانيش غلط راني نقول لكم انا راني نعطيكم عينه من الشارع انا ماني مسؤول عايش غير الفوق والو انا نعطيك عينه شكاين في الشارع ناس راهي هربت من المدرجات ناس حقيقيين اللي يحبوا كره القدم يدخل يستمتع ناس هربت قاعد في دارو راه يتبع لوروب اللي تهدر معاه تقول له يا درام راني نتبع لوروب صايك الناس كرهت مكاش لاعب هكا عندهم كاع نيفو واحد كاع يجروا على لاغوش ويديروا لوتري للبروجيكتور يهرسوه كاع يجروا على لادروات يديروا لوتري وتبغي المعلق حسن النيه بغا يدير او جانا بان دار لوتري حسن النيه شوف لا دارها ليشان هاو راحت للبروجيكتور حسن النيه تاعك راحت للبروجيكتور هذه نقول لكم راكم مازلنا لازم راطو يضرب لازم راطو يضرب قاعد يجيب ناس مقيين خاطر على كل يدخل يعرف بريزيدو يعرف هذاك اللاعبي بالخميس حد خبط حديد الجمعه تيبو يلعب ويضرب في ولاد الناس بالكف ويلعب منا مكاش مكلا تربيه لو يدخل لك الاستاد قارو في وجهك يشعل لك في وجهك تقلو انت زاد تشعل لك قارو في وجهك نورمال تهدر معاه تقول له لعبها صاحبي طاك يبغي يدابزك في التيره يبغي يدابزك هذا انا مخلص 10000 ولا 20000 وراني داخل ما نتفرج فيك انا نقول لك مدور ويا زتشي فكروا كيفاش لازم لكم تبحثوا لازم تجيبوا اختصاص تبحثوا اشتوى المرض واشتوى هو الدواء ولماذا المناصر اهجر المدرجات هذه اللي نقولها لكم كي تشوفوا المغرب لي ستات تاعهم كاع مبلعين صاحبي ارشيكوفا ودعمي بزاف تروح لتونس مبلعين لي ستات
يا بزاف اود عمي، حنا عندنا لنا كاينه غير ليكيب ناسيونال ستاد اللي راه يتعمر، اي ليكيب ناسيونال ستاد اللي راه يتعمر، هما ملي لي ستاد الناس مكاش على بالك، الناس يدخل ديفول يدخل هكا فايد كارة، بصح الحقيقيين مشاو يدخلوا، أين ذهبوا؟ ذاك الجيل وين راه؟ جيل كرة القدم وين راه اللي يحب كرة القدم؟ ناس هم يدخلوا يفاجئوا على بالك، راه يحط مشاكل تاع سيمانه يحطهم في ستاد، عاودي ادخل تفرج، مشيت دخلت عاير، ثم مشاكم تخموا لهم كيما هكا، ما هو السبب؟ أين السبب؟ أين نقطة الضعف؟ وين راهي؟ علاه وين راهي؟ هذه نقولها لكم، وتحيا الرجاء، تحيا الرجاء وسيبورتير تاع الرجاء في الدم صرخويا.